أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. حذرت تقارير حقوقية من استمرار الانتهاكات ضد المعتقلين داخل السجون، والتي تتسبب بارتفاع عدد الوفيات بشكل ملحوظ أمام صمت من قبل الجهات الحكومية وعدم التدخل لإنهاء معاناة المعتقلين. وتتصاعد مناشدات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان للمطالبة بإيجاد حل لقضية اكتظاظ السجون وما يتبعها من تفشي للأمراض وحالات الاختناق بين صفوف المعتقلين، إلا أن وزارة العدل تذهب تجاه مفاقمة المشكلة بدلا من حلها كما يقول المراقبون بعد الكشف عن نيتها بشأن إنشاء سجون جديدة لاستيعاب أعداد المعتقلين لمعالجة مشكلة الاكتظاظ داخل السجون الحكومية. ويرى مراقبون بأن الإجراءات الحكومية المتعلقة بزيادة أعداد السجون وتوسعتها هي حلول ترقيعية لا تنهي مشاكل المعتقلين. وطلب المراقبون الحكومة برئاسة محمد الشيع السوداني بالإيفاء بوعودها وإطلاق سراح الأبرياء وإنهاء معاناة المعتقلين، كما طالبوا بالنظر في أصل المشكلة والمتمثلة في آلاف المحكومين بتهم كيدية وفق وشاية المخبر السري. وتزامنا مع ذلك جددت عائلات المعتقلين من مطالبها بإصدار العفو العام وعدم تجاهل مطالبهم بعد 20 عاما من الاحتلال الأمريكي. دعونا نشاهد هذه الصور. اليوم صار 20 سنة، 20 سنة يا حكومة، 20 سنة جور، 20 سنة عذاب، 20 سنة هلاك، 20 سنة تجويع، 20 سنة ذل أذلتوا المواطنين العراقيين. إلى متى؟ إلى متى؟ وأنا من هذا الموقع، من ساحة التحرير، ساحة العدل والكرامة، ها؟ أنا طالب رئيس وزراء. رئيس وزراء أنت مو يعني عيب، عيب والله عيب. أنت رئيس وزراء قائد عام القوات المسلحة، ها؟ مؤتمرات وسفرات قضيت علينا سفرات، ها؟ وأكاذيب، ها؟ أكاذيب وهمية توهمون الشعب بيها. عيب، ترى الشعب واعي، الشعب يعرفكم على حقيقته. وهاي النساء ما تشيلكم الغيرة على هاي النساء، هاي الجائز، هاي كبار السن، ما تشيلكم غيرة. كل واحد صار له 6 سنين و7 ولحد الآن ما مقدمين محكمة، ها؟ ونايمة بالسجون، ها؟ تنازل عندهم. إلى متى؟ إلى متى؟ هذا الظلم، هذا الجور، هذا الويل على العراقيين. يعني انتم شنو؟ انتم الله سبحانه وتعالى، يعني الله ينتقم عليكم بجاه محمد وآل محمد. ووثق قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين ارتفاع أعداد وفيات المعتقلين في داخل السجون، وسجل القسم وفاة 13 معتقلا خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، أي بمعدل وفاة معتقل كل 4 أيام. وعد القسم في تقرير صدر يوم الأحد بأن السجون الحكومية باتت أماكن للانتقام من المعتقلين وإزهاق أرواحهم، حيث أكد التقرير أن معظم المعتقلين الذين فارقوا الحياة قضوا تحت التعذيب، في حين تكتفي إدارة السجون التي كانوا نزلاء فيها بالقول بأنهم فارقوا الحياة في ظروف غامضة للتهرب من المسؤولية. وفي غضون ذلك يؤكد ذو الضحايا تعرض أبنائهم للضرب المبرح دون سبب، وبات بعضهم يعاني من أمراض ضغط الدم وقرحة في المعدة في الوقت الذي لم يكن لديهم أي تاريخ طبي قبل الاعتقال. وجددت عائلات المعتقلين دعواتها لإطلاق سراحهم وإصدار قانون العفو العام في شهر رمضان، ملوحين بتصعيد حراكهم بعد الشهر الفضيل إذا ما امتنعت الحكومة بتجاهلها لأصواتهم كما قالوا. فلنشاهد. بعد شهر رمضان إحنا نبدي بعد، يا إما ننزل محتفلين يا إما ننزل هالمرة أصلاً معتصمين. بعد شهر رمضان إذا ما نزل العفو العام ذاك الوقت موعدنا وياكم، ولكن خلال شهر رمضان إحنا راح نقعد نكتفي بالتواصل، نكتفي بالتواصل ونكتفي بطرح القضايا اللي عندنا على البرلمانيين وعلى وزارة حقوق الإنسان وعلى وزارة العدل، مجلس رئاسة الوزراء نسعي
كليتنا دا نسعي دا نشتغل، احنا كنا عيد وحده. وذاك الوقت بعد العيد موعدنا نطلع التظاهرات كبيره، اما ان نحتفل قلت لكم واما ان بعد نحتسم بالشوارع. تفاعل عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي مع مطالبات ذوي المعتقلين حول إقرار قانون العفو العام، ومنهم من علق وقال كأحمد قال إن شاء الله الفرج القريب بإذن الواحد الأحد، يا رب ننزل للتحرير محتفلين بالعفو العام. سجاد سعد يقول نطالب بالعفو العام عن السجناء المظلومين والأبرياء وجزاكم الله خيرا. أما أم عبد الله فتقول نطالب بالعفو العام وتبييض السجون، كفى ظلما، ارحموا الأمهات والأبناء. أم يزن علقت هي الأخرى وقالت يا رب يا عفو اعفو عنهم واخرجهم من السجن إلى أهلهم سالمين غانمين يا الله. معنا اتصال أبو محمود أو محمود من الموصل. هناك مطالبات متجددة حول إقرار القانون العفو العام، هل برأيك سوف تستجيب حكومة محمد الشاع السوداني لهذه المطالبات؟ مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. والله إذا ما أمم المتحدة والصليب الأحمر وهلال الأحمر والله ما طول إيران حاطة إيديها إشراق أسيب الشعمالها إيران، هذول صاروا هذول ديون إيران. والله السوداني إذا ما يسرع على ضغط من أمريكا والدول العربية ما ينطي عفو. إيه هذا هذا ينطي عفو المعتقلين ذولا كنت سوين ما سوى ما سووا ربحهم ما سووا شيء، ومن هجام علينا 11 من هجام علينا 11 و11 تسع كله مركز بيران، بس جو الرمو والسنة ونطالب بالعفو العام. لا عصلت الشعب جاعد، لون ما الشعب جاعد صار ما صارت أمورنا يجل البرلمانيين صاروا مقاولين البرلمانيين النواب صاروا مقاولين، ما حد يديرون بال بس تعنتخبنا. كل مقاول قابل الشارع شارع برموصل، كل مقاول كل خمسة ستة قابل الشارع بالرمادي وبتكريت وبغداد، النواب لا يقول مرحبا مستهمية تحت النواب هنا قابل يخلص الموصل مقاولات. احنا طالب العفو العام ما حد سواها، بس انا تعالوا اليوم انا عندي اثنين ما عند لهم وين، والشباب ما عند لهم ما سووا شيء، سووا قاعد يقتلون ويذبحون وينهبون، حتى النفط باقوه احد يتجاوز على مال الدوله، حتى النفط قاعد يبوقون وقاعد يشوفهم السوداني بعينه ويشوفهم قاعد يسوون. حتى الدول صفرت، حتى الدول بنفسها ما عاد تتحمل صعب العراق. هم شلون يتحملون؟ من خوف عرفوا تعليتهم ما راح يظلون. ترى اليوم يوم باش يجوز مويين ولكم انتو كفرة والهود حاكمين حكم ايران، ايران شنقون ويذبحوا الاسر العراقية للحجم غادي. محمود موصل كان معنا، معنا كامل من بغداد. كامل مطالبات بإقرار العفو العام عن المعتقلين الأبرياء، برأيك هل سوف تستجيب حكومة السوداني لهذه المطالب؟ كامل من بغداد انقطع اتصال مع كامل. دعونا نكمل ملفات حلقة هذا اليوم، حيث أجمعت قوى شعبية رافضة للعملية السياسية على أن الغليان الشعبي يتزايد ضد حكومة الإطار برئاسة محمد الشياع السوداني، والتي يسعى أو الذي يسعى إلى زيادة نفوذه في السلطة كما يقولون، ونواب الإطار دون الاكتراث للأزمات المتفاقمة في البلاد. تشير هذه القوى الشعبية إلى أن توجهات الإطار التنسيقي في تمرير قوانين تقود إلى ترسيخ مفهوم الدكتاتورية بالحكم من خلال استخدام سياسة الابتزاز ضد شركائه السياسيين وإقصاء المعارضين لقراراته، الأمر الذي يكشف عن هشاشة هذه التحالفات. وكان مجلس النواب قد عقد جلسة في وقت متأخر من الليلة الماضية قبل أن يصوت فجر اليوم على 7 مواد من أصل 15 مادة في قانون الانتخابات، وتم التصويت على هذه المواد، فيما قرر استئناف
باقي المواد أو التصويت على باقي المواد على يوم السبت المقبل. وعقدت الجلسة بحضور 171 نائبا بالتصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، والذي أعلنت العديد من القوى رفضها له. في غضون ذلك، حذر أبناء مدينة الناصرية في ذي قار فجر اليوم من تبعات هذه الخطوة التي عدوها تكريسا لحكم الأحزاب الفاسدة. دعونا نشاهد جانبا من بيانهم. طار الفاشلة القانون ساتيقو إذا انقر ورجع نفس القانون القديم ثقوا بالحسين راح نرجع للمربع الأول وما تلومون إلا نفسكم. هاي رسالتنا الأولى. والرسالة الثانية إلى نواب ذي قار، نواب ذي قار خاصة سواء مستقلين أو من حكومة الإطار، دعوة أو بدر أو عصائب، ما حد من عندكم يقدر يدخل الناصرية بعد إذا انقر هذا القانون. وإحنا ولد تشرين وراح نرجع للأول. سلامتكم. نبقى مع التفاعل الجماهيري حول قانون سانت ليغو. ويزيد مشروع قانون الانتخابات المعدل المعروف بسانت ليغو، والذي تسعى قوى الإطار تمريره على الرغم من وجود العديد من الثغرات القانونية في تطبيقه من التصدعات السياسية في العراق. ويرى مراقبون بأن الشارع العراقي يعيش حالة من الغضب، مما يدعو إلى تجدد التظاهرات للإطاحة بحكومة السودان التي لا تسعى سوى لتعميق نفوذها في السلطة والحصول على مكاسب سياسية من خلال تمرير القوانين التي تصب في خدمتها. في غضون ذلك، تظاهر المئات في محافظة ذي قار احتجاجا على نية مجلس النواب تمرير قانون الانتخابات المعدل وفق نظام سانت ليغو، وندد المتظاهرون بمحاولات تمرير قانون الانتخابات سانت ليغو داخل البرلمان، مطلقين شعارات ضد الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة الحالية وصفين إياهم بالفاسدين. دعونا نشاهد. تفاعل العراقيون مع تصويت البرلمان على 7 مواد من أصل 15 مادة. يقول باسم الجبوري: هؤلاء قدوة يجب أن يقتدى بهم أو يقتدي بهم كل الشعب، ويلتحق لرفض إرادة الشر والتجبر التي تحكم باسم قوانين دكتاتورية بغيضة فصلتها الأحزاب الجائرة. حيدر جعفر يقول: بارك الله فيكم، لأن الأحزاب تتستر على هذه القوانين وتمررها لمصالحها الشخصية. عدي يقول: قانون سانت ليغو مفصل تفصال على أحزاب السلطة حتى يقوم بالسلطة مدى الحياة، قوائم مغلقة لقائمة واحدة أو على عدد المحافظات، والمرشح الذي لا يحصل على عدد أصوات تساوي قيمة المعدل العام للمقعد الواحد يعتبر خاسر وتذهب أصواته للكتل الكبيرة. قاسم الغرابي يقول: المفروض العراق كله يطلع على هذا القانون الجائر. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. إقليمية وأجنبية مؤكدة.
برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد كل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها. من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري، ها صار لهم 4 سنين ما ندري، هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد، معنا اتصال أبو عمر من الناصرية. أرحب بك معنا أبو عمر. أبو عمر، كيف ترى تصويت الأعضاء البرلمان على 7 مواد من قانون الانتخابات سانت ليغو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. وياك أبو عمر تسيم من الناصرية. أهلا وسهلا بك. طبعا عمي، دولة كارثة، دولة الشعب لا ما يطلع عليهم يسحلهم بالشوارع، ماكو فايدة. دولة جاي يسوون كيف القوانين، هم جاي يسوون، هم يسوون معكم القوانين وجاي ينفذون كيفهم. هذا حلبوسي والعامري وقيس الخزعلي، دولة عصابة، والمالكي، دولة كيفهم جاي. دولة دير، أنا جاي أرجع شلاتها، جاي أرجع على دولة خطير السجناء المظلومين. والله لو تجي تشوف الناس يخلي يسمعوني أهل السجناء، هذا سجن حوت متوسكرت نص أبرياء خطير، زين نص أبرياء. بس أنا أقول مع الأسف والله يا عم عمر، مع الأسف لو يطلعون عليهم، لو يطلعون عليهم والله يسقطون هاي المنظومة الفاسدة، هاي الذيولة، ذيولة إيران. زين أنا على أبوكم، لا حتى إيران هم لو يطلعون عليهم يسوون حل مثل الناصرية. إحنا يومية جاي نطلع جاي يرد حقنا، زين حق شكو، حق واحد مظلوم جاي نطلع. إحنا سروا مثلنا، إحنا والله إحنا من جانبكم، الله شاهد والله يا عم إحنا من جانبكم. ديل ولا وعالم جاي شوف العالم قطير، الناس كبار تاني ولده عمي يا عفو عام، هذا السوداني، هذا يراوك حنطوي. زين أبو عمر، بالنسبة لقانون انتخابات سانت ليغو، برأيك شنو تداعيات على الشارع العراقي إذا تم تمريره؟ والله بعد هي هو معروف إن شاء الله، بس إن شاء الله مفروض من قبل الشعب إن شاء الله. إحنا ما مفروض، ما إحنا راضين هذا. لا بالنسبة للمجالس محافظات هكذا راضين يعني. ولا قلت لك بكيفهم هم يطبقون بكيفهم، ويعني طبختهم هاي طبقة ما الذيول هاي، بكيفهم هم جاي لابون بالوطن عمي، بكيفهم جاي لابون. زين ما إن شاء الله مرفوض هذا ما يصير. خصوصا بالناس عنده ما يطبق، خلي يسمعوني. سمعني عم عمر؟ نعم. بالناس ما يطبق عندنا، كان من يكون عندهم، كان من يكون رجل خليجي الناصرية. مع احتراماتي إذا خلي يسمعوني، خلي يسمع الشعب العراقي. لما اجى الكاظمي من المستشفى التركي، حشاك انت وحشا قدرك وحشا كادركم الشريف، شبع قنادر، ترى شبع قنادرنا وشرد القاعدة. ما يجون هم، ما يجون هنا، خلي يسمعون ان شاء الله. كلها ما تصير هاي، كلها ما تصير، كلها باطله، كلها عصابه عم دولة. ابو عمر من الناصريه كان معنا. معنا كامل من بغداد يعاود الاتصال بنا. تفضل كامل، هل تسمعوني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ. بس مناشدة بيها مجال؟ تفضل أستاذ. أنا متقاعد من الجيش السابق. نعم. ما يبغى كنتنا كنت طلعت وياكم أمتين على البرنامج. نعم. الجيش الموجودين الضباط بدأت الدفاع بالفرقة 17 كنهم عاونوني وطوني خلال أسبوع المعاملة. من سويت قرار سكن بالتقاعد العسكري، صار لي شهر ونص ما حصلته، وصل بشهر لليمن المختار ورجع ما ادري وين راح. بعد ما دريت بيه، صار شهر كامل ما ادري بيه وين راح. اسال علي بالامن التقاعد العسكري، ماكو، يقولوا بعد ما جاي. جا
زين آلي هذا كبره هذا أو هذا جربضان من يطلع الإقرار سكن وناشد سيد رئيس الوزراء يشوف بس هذا الإقرار سكن كم واحد موجود هناك في التقاعد العسكري جد موجودين بس هاي ناشد الأمن الوطني والسيد رئيس الوزراء وكل واحد بالدولة خلي شوية بس واحد يروح هناك يطلع إذن الإقرار سكن وين صارن 4,010 ما أعرف زين انت شياب كبار بعد ما بينا حيل زين قبل هاي المشكله انت كنت تستلم تقاعد لا كنت بجيش بهذا الجيش داومت وبطلت وسويت معامله وعلى حسب الاصول تعاونوني ضباط كبار حتى اشرب الشاي يومهم نعم يعني قدروني واحد من عندهم حتى بالامن الوطني عقيق لواء رسول هم خابرهم ودينار واحد ما اخذوه من عندي نعم بالقران الكريم دينار واحد ما اخذوه خلال اسبوع كملت المعامله نعم بس وصلت يم وهذا السكن شهرين ماكو وناشي السيد رئيس الوزراء بكي قاعد لنا يوم بالتقاعد العسكري يشوف لنا شنو هالمشاكل مال اقرار السكن ان شاء الله تنحل قضيتك وتوصل لرسالتك انا اشكرك كامل من بغداد معنا ابو علي من الديوانيه تفضل ابو علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا بك حبيبي قانون الانتخابات قبل نعم. المسؤول يعني دول يلقون الانتخابات اهل الجنوب من يجيب الشارع كله سهلة على وياه حتى الله وكيلك لا ما يضربونه بالقلاد يضربونه بالنعل هو من ينتخبهم بعد الإطار والسيار دولة السجادة من ينتخبهم بعد المن ينتخبهم للضرائب هذه أخ موجودة بيها المن ينتخبهم المستشفيات اللي ما صارهم 20 سنة المن ينتخبهم هذه المرة محمد يقول ما انت عدكم تخلصين تعلم عليها مرته جيت قلت سيدنا شو هذا الحرامية طلعوا يقول أنا قال لك تنتخب هذا هو المعمم اللي تكبينه وحاطنا نص الطريق طلع كذاب يعني بعد أترجى من دول اللي ما عندهم لا دين ولا مذهب طلبناهم على كهرباء قلنا أنا محمي أغلى كهرباء عندنا بغماس هنا كل 10 ملايين و 8 ملايين وإحنا ناس فقراء بغماس ولا واحد يهتم لينا طلبنا والله أنا عمري 51 سنة الله شاهد علي لو تستقبلني دولة أوروبية مو صفة بشر صفة حيوان أروح أجوع حيوان لا محشوم محشوم قد يسمع رئيس الوزراء قد يسمع محشوم أبو علي نعم أبو علي من الديوانية كان معنا نذهب إلى ملف آخر حيث تتعدد مشاكل البنية التحتية في العراق وتتنوع وتتفاقم مشاكلها في موسم الشتاء الذي نعيش أيامه الأخيرة ومن بينها ظاهرة تسرب الكهرباء من الأعمدة الناقلة بسبب انعدام الصيانة والمتابعة والرقابة فضلا عن تقدم الشبكة الناقلة والأحمال الكبيرة حيث رصد مواطنون من حي الشهداء في قضاء بغراب بالعاصمة بغداد تسرب الكهرباء من أحد الأعمدة الناقلة وظهور الدخان من عنده بعد أن تجمعت المياه الآسنة بالقرب منه وسط مخاوف من تأثير ذلك على حياة طلاب مدرسة العدالة القريبة من هذا العمود دعونا نشاهد هذه الصور المتداولة السلام عليكم أخوان إلى الجهات المهنية كهربات أبو غريب عمي يعني شوفوا التيل شون دي فور من الكهرباء باعوا هذا دا يدخن شوفوا ودار ما يدوره كله مي يعني ما يصير هيك يعني هذا ذا لزم له واحد شو يسوي بي شوفوا شلون يفور تيلي فور مي يعني ساني بعيد عليه ودا اصور ما يصير بلا والله ما يصير شوف البخار والدخان دا يطلع من عنده هاي محوله بالشهداء يم المدرسة مال العدالة وهاي كلها جهال واطفال نسوان شوف هذا ماي كلها دار ما يدورها المحولة على الشارع وتفور شوف شلون تفور نبقى في العاصمة بغداد وإلى قضاء الحسينية حيث رصد مواطنون من هناك حالة مشابهة لما شاهدناه في أبي غريب وطالب مواطنون الجهات المعنية بضرورة
صيانة مثل هذه الحالات لخطورتها وشددوا على متابعتها بعد أن ناشدوا ولأكثر من مرة الجهات المختصة لمعالجة هذه الحالات لتفادي وقوع خسائر بأرواح المواطنين لا سيما طلاب المدارس. فلنتابع. قام الحسينية إذا تعرض كهرباء الحسينية هاي الشارع الرئيسي نهاية الشريخي مقابيل شكلية مقابيل حمزة الساعدي هذا التيل جاي يدخن في كهرباء جهنم عم يدزونا سيارة كهرباء الليل مثل أحد ويموت يلا تجون هاي أكثر من مرة صار نشرناه ما حد جاي يستجيب رحمة الوالديكم هاي هذا المكان هذا التيل باعه جاي يدخن بكهرباء عار والبارحة بالمطار النت الواحد ونقذناه عمي كهرباء قوية سوونا حيل الصبة تفطر مال التيل هاي الصبة مال التيل تفطرت هسه جوز التيل وقع بالشارع سوونا شارع. ومن بغداد إلى محافظة ذي قار حيث رصدت إحدى كاميرات المراقبة لحظة صعق طفل بعمر 13 عاما في الحي الزراعي بقضاء الشطرة بعد لمسه لعمود كهرباء يتسرب منه التيار الكهربائي بعد الأمطار الأخيرة لينقل على إثرها إلى المستشفى التركي في الناصرية ويدخل إلى غرفة الإنعاش منذ أيام فيما لا يزال بحالة خطرة حتى الآن. دعونا نشاهد. شو مسوين؟ فطنا على الهضم والعوز والحسرات وفقهنا على البتش وعدم فتحنا العين شو مسوين؟ انتبهنا على الكنة والسوق والتجنيد وعلى الآل ومشات ونقل والتمويل شو مسوي؟ لقينا منا جريح ويصمت ملح العوز. تفاعل عراقيون مع هذا المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي ومن العراقيين من علق وقال كحسن أبو فاطمة يقول حسبي الله ونعم الوكيل يقول يمهل ولا يهمل على كل من سرق خيرات العراق. هبة تقول المحافظ شنو الشغلة؟ الله ينتقم من كل مسؤول حرامي. السلام يقول لا حول ولا قوة إلا بالله المسؤولية تقع على من يعمل في وزارة الكهرباء لا يوجد نظام وعمر الكهرباء في العراق 100 سنة. جعفر السعيد يقول الولد بشطرة لقفت الكهرباء بس الحمد لله ربك لطف ما توفى. يمهل ولا يهمل. نعم معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أبو عمر مشاهد يعني هذه المشاهد تتكرر دائما وخاصة في فصل الشتاء لموضوع تسرب الكهرباء من أعمدة الكهرباء والضحية في الأغلب هم أطفال. مرحبا بك معنا أبو عمر من بغداد. حياك الله. حياك الله أستاذ عمر المحترم وحيا الله قناة الرافدين وجميع المشاهدين الكرام. نعم أهلا بك. أهلا بك أستاذ عمر. إحنا نعرف وزارة الكهرباء من 2003 ولحد الآن اللي كهرباء اللي ما تحسنت بالعراق ولا بالمحافظات هاي الميزانيات والأموال اللي جاءت تهدر وتصرف إلى وزارة الكهرباء يعني نقدر نقول كان أسست 4 دول فيها لكن للأسف محمد الشياء السوداني اللي قاعد يشوف هاي الأمور اللي قاعد عندنا والرواتب اللي بيعطوها الموظفين إذا وزارة الكهرباء والمدراء العامين كل هاي الأمور اللي قاعد تحصل عندنا بالعراق ما أسسوا شبكات ما أسسوا إنه شركات سيمنز اللي كانت بالثمانين إنه حماية المواطن ودفن هاي الكهرباء بدل ما تكون عندنا أعمدة وكيبرات إنه ممدودة ويعني من تكون فيضانات عندنا من تكون عندنا مياه يعني مثل اللي قاعد نشوف الحالات اللي صارت بأبو غريب ومناطقنا اللي عندنا ببغداد هذه يعني تأثر على المواطن وتأثر على روحه وعلى حياته. هاي المفروض عندنا اكو ناس مختصين يفترون على المناطق او شكاوى من قبل المواطنين
اللي يقيم وزارة الكهرباء، لكن للأسف احنا عندنا ما عندنا وزارات كهرباء بالمحافظات العراق اللي اخذتها هم شركات احزاب، ومن ضمنهم انه وزارة الكهرباء بعدت هاي الشكاوي عن نفسها وبعدت المسؤولية عن نفسها. الان اصبحت الكهرباء انه تحت ايادي الناس هم لا بالدولة ولا انه يقتاضون اموال من الدولة، بل الناس من تجي من تقدم منهم شكوى اذا كيفوا انقطاع او عمود سقاط او مثل هاي الحالات اللي قاعده تصير عندنا بالارض، الكهرباء قاعد تنتين، هاي ما يقدمون الا لازم تكون مبالغ امامهم تندفع، ولازم ان تكون المنطقه هي تجمع فلوس حتى على مود يسوون هاي الحالات. للاسف هاي الحالات انه روح المواطن عندهم رخيصه جدا، كان عمر كثير عندنا ناس مثلنا ناس ماتوا لحد الان، اكو عندنا كيبلات مقطوعه، عندنا مولدات انه يرادلها يعني نقدر نقول انه يعني تاكيد يعني صيانتها، ما نلقى انه وزاره الكهرباء تدعم هاي الناس وتدعم هاي المواطنين لانه هي كانت اليوم. طيب شكرا لك ابو عمر من الناصريه، كان معنا. نذهب الى ملف المشاريع المتلكئة والفساد في هذه المشاريع والتي تذهب أغلب الأموال المخصصة لها إلى جيوب الفاسدين كما تؤكد تقارير حكومية حول ذلك، حيث تستمر حوادث السير قرب جامعة كربلاء بالقرب من مجسر كهربائي تأخر افتتاحه منذ سنوات بسبب عدم اكتماله، على الرغم من أن الأموال المرصودة له قد صرفت بالكامل في مشهد من مشاهد الفساد الذي بات ينخر العراق، فلنتابع. عمي يعني هاي ألف مرة نصيح فعلونا فعلونا الدرج الكهربائي، وهسه هنا سوى صار حادث ببال جامعة كربلاء، وهذا حادث مال بنية دعمها بسيارة، جدنا شدنا وصحنا فعلونا الدرج الكهربائي وماكو أي استجابة، يعني إلا يموتون فد اثنين ثلاثة بالسنة، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. مناشدة محافظة كربلاء، كل شيء مارد من عندك بس فعلنا جسر كهربائي، وهذه بنية بربة استوى. ومن كربلاء إلى نجف وتحديدا في ناحية الحرية، حيث أكد الناشط أبو زين العابدين من هناك عن وجود هدر بقيمة 15 مليار دينار عراقي بعد الفساد الذي رافق تنفيذ مشروع تعبير الطرق في الناحية، واستعرض الحسناوي أحد الطرق المنفذة ضمن هذا المشروع بعد أن ظهرت التشققات فيه بعد فترة وجيزة من إكمال التعبيد في مشهد يدلل على الفساد وغياب الرقابة، فلنتابع. شوف هذا تبليط جديد، 10 20 شارع بعد الامطار، زين اذا اجى اب 50 و55 درجه هذا يموع، التبليط الزين يموع اذا بالمطره مطره، هذا صار اسبوعين. شوف 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 الكارثه، شوف 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 انفتح الشارع، شوف شوف هذا شكر لمه مو دزيتوه للمختبر وتقولون جيد جدا، ها شوف شوفوا 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 شكر لما ها قدامكم يتبحرك، شوف 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 شوفوا ها شوفوا بشرفكم، هذا صار له اسبوعين، شوف الكارثه اسبوعين هذا صار له. نبقى مع شوارع العراق ومن النجف إلى القادسية، إذ عبر مواطنون من هناك عن استيائهم الشديد من التعبيد العشوائي لشارع الوقفة كما يسمى في مدينة الديوانية، وأظهر مقطع مصور متداول أظهر الشارع الذي يتوسطه أعمدة الكهرباء المعطلة دون بناء أرصفة، فيما حذر مواطنون من وقوع حوادث سير بسبب عشوائية التنفيذ، محملين السلطات التي اتهموها بالفساد مسؤولية الفوضى والإهمال الذي تشهده مدينة الديوانية. دعونا نشاهد. هذا طريق الوقفة الجديد، شوف التيولة وين، شوف التبليط وشوف التيل شلون بنص الشارع، طبعا الوقفة راح يصير ازدحام، وبالأربعة تطلع العالم بالخمسة الصبح أكيد راح يصير حوادث. زين أنت البلطت ما فكرت بالعالم هاي تيولة شلون
واحد سابق من نازل هذا من يجيب الليل وما يشوف، وحتى نارة ماكو، شارع أظلم نارة ماكو، والتيول بنص الشارع. زين ما تخافون على روح الناس، جزرة وسطية ماكو بس تيولة. زين شلون هذا التيل بالنص؟ شلون بلطيت؟ يعني مساطحة ما أعرف شلون، فلوس شلون، مشروع مليارات. يعني شلون افتتح المحافظ من اجى وافتتح ما شافه، ما شاف هذا التبليط؟ يعني كارثة هاي. راح تنفتح الوقفة، يعني انفتحت هي الجمعة الجاية والاثنين، بس راح تصير حوادث، يعني كارثة. نذهب إلى تفاعل العراقيين مع هذه الصور ومع حال الشوارع. وائل أياد يقول يحجون صدق هذولي، وين الرقابة، النزاهة، أهل الإصلاح، وينهم عن هاي المهزلة؟ أما سلام فيقول والله عجيب وغريب، هذا كل السبب هو الفساد، متى ينتهي؟ يقول وين المحافظ، بس يمكن هو ما يدري خطية. أما سالفة تقول السؤال الأهم، كيف تنفذ الطرق ومن هو المنفذ؟ العراق كان من أجمل، كان فيه من أجمل الطرق والجسور، وقد كان دولة اسمها العراق. أما علي فيقول صدق كذي بمعودين، يعني أنتوا ما تشوفون العالم، اطلعوا شوفوا العالم وين وصل، شوفوا شوارعهم، راح تصير حوادث الفلس. نعم، معنا اتصال عبد الرزاق من بابل، أرحب بك معنا أخي عبد الرزاق. يعني صور، يعني شر البلية ما يضحك، يعني شاهدنا المقطع الأخير كيف بأن أعمدة الكهرباء في وسط الشارع الذي تم تبليطه حديثا. كيف تتم هذه المشاريع برأيك؟ أهلا وسهلا. حياك الله دكتور عمر. يا هلا بيك، حياك الله. صراحة صدق يعني الشر البلية ما يضحك. نعم. أدري هذا اللي يعني أسس لهالعمل هذا، يعني ما فكر بأرواح الناس، ما فكر بالضمير اللي إذا كان عنده هو ضمير إنساني، يعني الزهق الأرواح. يعني هذا الإنسان إرهابي، أنا أعتبره هو هذا مدير المشروع اللي نفذ هذا المشروع واللي صممه، هذا أعتبره إرهابي، لأنه هذا ما يعير أهمية لأرواح الناس. دكتور عمر، زين اللجان يعني الرقابية وين عنا؟ اللجنة الرقابية تدري بكل مشروع تطلع مثلاً كشف من البلدية، من المحافظة، لازم تشوف المشروع، ما شافت هذا العمل؟ هي وزارة الإسكان والتعمير، مديرة الطرق والجسور، وين كانوا هذول؟ المحافظ وين؟ يا أخي الشغل الظاهر يعني اليوم كل واحد يعني هو بكيفه وبرسم خياله، وإلا لو أكو متابعة، لو أكو رقابة، هذا عقب بالتالي اللي خلاه من الطريق. يعني هذا شو مثل ما تقول مهمل للعمل مالته، وشو مثل ما تقول جاهل لأرواح الناس. يا أخي ما أعرف ولا هو يعني دكتور عمر. نعم. الفساد أصبح اليوم يعني للأسف الشديد أصبح ثقافة، يعني هذا الفساد اللي كان المواطن العراقي يعني صراحة يشمئز من اسم الفساد، لكنه اليوم استشرى كل مؤسسات الدولة، فأصبح يعني ثقافة للأسف الشديد. فاليوم نشوف مثل المشاريع الوهمية، المشاريع المتلكئة، فما لها اهتمام. يعني هو هذا الوضع اللي قام بالعراق، الوضع الحالي هو ما زال يا دكتور عمر نظام المحافظة، هو هاي النتيجة مالته. يعني لا اهتمامك بالمشاريع، لا اهتمام بتقديم الخدمات للمواطن، هذا اللي جاي نعيشه دكتور. نعم، تحياتي لك. شكرا لك أخي عبد الرزاق من بابل، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا، من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار، من شهدائها وأسراها وجرحاها، من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة. نأتيكم في برنامج من فلسطين، عينكم على الأرض المحتلة.
أهلا بكم من جديد. يستذكر ناشطون ومدونون الحكم الصادر من محكمة جنايات الكوت العام الماضي في مثل هذه الأيام بالإعدام بحق 4 متظاهرين شباب بعد إدانتهم بقتل ضابط خلال تظاهرات بالقرب من محطة كهرباء العزيزية في واسط في شهر حزيران من عام 2021. ويتهم المدونون القضاء الحالي بالتعامل بإزدواجية مع هذه القضية على الرغم من غياب الأدلة كما قالوا ضد الشباب 4. وجدد المدونون مطالبتهم بإيقاف الحكم الصادر ضد الشباب وإعادة محاكمتهم. دعونا نستعرض عددا من التغريدات تحت وسم أوقفوا إعدام شباب العزيزية. موسى غرد وقال: والله إنها جريمة العصر، السارقون القتلة يقتصون من الأحرار. يقول موسى: أما هدى فتقول لحد هذه اللحظة قليل اللي وقفوا وياهم، انشروا وخلوا قضيتهم تصير رأي عام، سووهم ترند أحسن من بعض الترندات اللي جاي تسووها لبعض التفاهات كما أسمتها. زويا غررت هي الأخرى وقالت: التناقضات الموجودة في قضية الشباب العزيزية، تقول أولا تم مسح أشرطة تسجيل الكاميرات، كما تقول عدم وجود تقرير تشريح للضابط، تناقض أقوال المتهمين في التحقيق البدائي، لا يوجد شاهد عيان على المحكومين، وجود تقرير طبي بتعذيب الشباب، وجود شهود دفاع لم تهتم لهم المحكمة. الثائر الحر العراقي: من يريد أن يثبت بأنه مع الثورة والتغيير ومع تشرين وما طالبت عليه أن يقف عفوا مع شباب العزيزية المظلومين، ليس فقط يجب إيقاف الإعدام بل يجب إطلاق سراحهم، أوقفوا إعدام شباب العزيزية. يعاني القطاع الصحي أسوة بباقي القطاعات الخدمية من الإهمال وسوء الإدارة والفساد الذي استقر في كل مفاصل الدولة، وعلى الرغم من التصريحات المتكررة للحكومة الحالية والسابقة حول إتمام بناء وتجهيز المستشفيات، إلا أن هذه المشاريع بقيت متلكئة في وقت يعاني فيه قطاع الصحة في العراق من نقص في المستشفيات والمعدات والطواقم الطبية التي فضل معظمهم الهجرة خارج العراق بسبب تعرضهم للهجمات والتهديدات والابتزاز. وكان رئيس الحكومة السوداني قد أعلن بأنه سيعمل على إنهاء ظاهرة سفر العراقيين إلى الخارج لغرض تلقي العلاج، وذلك أثناء افتتاحه مستشفى السياب التعليمي في البصرة التي كانت مدرجة أو الذي كان مدرجا ضمن المشاريع المتلكئة بسبب الفساد، لأن الصور التي بدت عليها المستشفيات التي أعلن عن إعادة تأهيلها تبين حجم الكارثة عن الحل، والذي يدفع بالعراقيين للبحث عن فرصة للعلاج في الخارج. حول هذا الموضوع تقرير عده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، فلنتابع. تراجع كبير لقطاع الصحة في العراق، من نقص في المستشفيات والمعدات إلى نقص الطواقم الطبية التي فضل معظمها الهجرة خارج العراق بسبب تعرضهم للهجمات والتهديدات والابتزاز. يقابل ذلك هجرة العراقيين للخارج من أجل العلاج الذي لا يجدونه في بلدانهم. مبالغ طائلة تقدر ب6 ملايين دولار شهريا تذهب من جيوب العراقيين إلى دول الخارج من أجل العلاج في بلد أضحت ميزانيته الانفجارية حديث العالم اليوم، والضحية المواطن المغلوب على أمره والذي يعيش واقعا مريرا نتيجة ارتفاع ثمن العلاج وعدم توفر أجهزة ومعدات طبية متطورة قادرة على علاج الأمراض المستعصية، فضلا عن فضائح الفساد المتتالية في وزارة الصحة. وعود السوداني بإصلاح القطاع الصحي لا تجد لها أي صدى على أرض الواقع، فحكومته التي تفاخرت بترميم مستشفى الكاظمية سرعان ما افتضح أمرها بصور الواقع المؤلم للمستشفيات الحكومية نتيجة الفساد الذي لم تسلم منه أي مؤسسة حكومية في البلاد. صور أثارت استياء الشارع العراقي تجاه استهانة الحكومة بحياة العراقيين، ومستشفيات وصفت بمسالخ للموت
على الرغم من حجم الأموال التي تصرف في مشاريع إعادة التأهيل ولا يرى منها أثر. عراقيون لا يثقون بمستشفياتهم، متزاحمين بشكل غير مسبوق على الرحلات العلاجية المتجهة نحو بلدان الخارج، تزامنا مع التراجع المتزايد في الخدمات الصحية والطبية في البلاد، وتجاذبات سياسية بين القوى البرلمانية تمنع من تفعيل ملاحقات قضائية لقضايا فساد تقدر بنحو 25 مليار دولار في الوزارة خلال السنوات العشر الماضية. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.